الحمد لله تنوا هذه ونا بروفي باللي اللاعب المحلي يعني كيكونوا الامكانيات يعني يقدر يحتك بالمستوى العالي بكل اريحيه. احنا واش حنقول لك ان شاء الله يعني لي تيرا هادوما الكبار هادوما اللي خدموهم ان شاء الله يكونوا متاحين للفرق يعني ولي مانا ان شاء الله كل فريق يكون عنده لي موايان يكون عنده ستاد كيما هاد لي ستاد اللي بنوهم جدد يعني باش نشوفوا مستوى افضل في البطوله ان شاء الله. واش نقول لك ارضيه الميدان تساعد بزاف اللاعبين دوكا كيما شفتوا ارضيه الميدان سواء تاع ملعب براقي ولا الملاعب الاخرى شغل تساعدك في اللعب وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا ارضيه الميدان تاع الملاعب كومبلي ان شاء الله في قادم المواعيد كاع يكونوا ارضيه محشوشه طبيعيا ان شاء الله يستفادوا منها لي جينيراسيون جايين تاني باش هكا تزيد تطور الكره الجزائريه ويطور المستوى تاع البطوله الوطنيه.